بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعين السباكة، إن شاء الله معانا الحلقة دي اللي هي قبل الأخيرة في التأسيس المواسير إن شاء الله. ده معانا الشماعات بتاع خلاط الشاور معانا. زي ما أنا اتكلمت برضو إن إحنا ما نحاولش إن إحنا نلحم كل كوع لوحده، إحنا بنوزن الشمعتين وبعد كده بنلحم على طول من غير ما ناخد مقاس. هتطلع معانا ان شاء الله مظبوطه معانا، بس احنا هنحاول نطلع بس الماسوره لبره بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان ما تعكسناش، لان الحفر اللي انا عامله طبعا زي ما انتم شايفين محكوم، مفيش مسافه عاليه. لو انا عند الحفر عالي مفيش مشكله، ممكن الماكوة تخش عادي مرتاح، بس احنا كل ما بنفحر الحفر بتاعنا يكون يعني على قد الماسورة بتاعتنا بيكون شكله افضل وما ياخدش معانا اسمنت كتير في التجبيس معانا. على الفتحة على 15 سنتي زي ما انا اتكلمت. احنا بنيجي عند الجزء اللي فوق اللي هو بيركب فيه الكوع ده، بنوسعه شوية في الحفر معانا، يعني ممكن نفحر مثلا 3 او 4 سنتي بالنسبة للماسورة. وبنيجي عند الكوع بنيجي بس ايه في مدماك واحد بنخليه حوالي 7 سنتي كفاية او 6 سنتي، عشان الكيعان معانا بيبقى فيها الشفتين اللي هما بيبقى على الكوع، على اساس ان احنا لو هنعمل شغل لطش او كده. اهم حاجة بقى في المشوار ده كله يا جماعة الاتجاه وش الكوع معانا، يعني اتجاه وش الكوع اهم حاجة. لو انا عندي الوش الكوع لافف الخلاط من الصعب ان هو يركب وهيحتاج تكسير، مفيش كلام. برضه نحاول ان احنا ايه نخلي الجزء اللي هو فيه المضلع في الكوع ده يكون خارج بره الحيطة معانا، لان ممكن يبقى الحفر معانا غويط والماسورة تخش والكوع تخش، نيجي بعد التشطيب نلاقي كيعان مسافرة جوه حيطة كتير خالص. في الحالة دي بنضطر بقى نركب اول توصيل كتير. انا لو عندي الجزء اللي هو مضلع ده هو في الكوع او في الجلبة ده خارج معانا بره الحيطة، ده هيجيب معانا ان شاء الله قيمة المونة والبلاط معانا. ده معانا المخرج اللي هو هيركب عليه شطاف ان شاء الله اوتوماتيك. احنا لو انت بتلحم وانت قصاد القطعة اللي بتلحمها تكون في وشك بالظبط ولمحتها هتطلع ان شاء الله مظبوطة، ممكن لو انت بتلحمها وانت على اي جنب مرحل شوية كده وكده من الصعب انها تطلع عدل. فالافضل ان يبقى معاك الميزان زي كده جنبك، مجرد ما تحط على وش الكوع، حتى لو كوع فرمان مش لازم سخن وبارد، يعني مش لازم يكونوا كوعين جنب بعض، هيبان معاك المسافة ما بين الحيطة وما بين الميزان من هنا ومن هنا، هتبان المسافة قد ايه. اذا كانت مرحل هنلاقي ناحية ضيقة وناحية واسعة لما نحط الميزان على الوش من بره زي ما انا كنت حاطه كده. طبعا الابزان دي ميزتها الحلوة بتخلي المواسير زي ما احنا شايفين شكلها كويس. حبيت ان انا برضو اوزن الشماعات معايا، خلاص المواسير اتحكمت معايا بتطلع كويسة. الحاجة التالتة ان انا بثبت برضو بالسلك رباط اللي انت شفتوه ده، ببقى مثبته الاول حتى في الشماعات الفرمانية، بدقه مسمار في نص الحفر معايا وببع تاني عليه حتة سلك رباط من اللي هو السلك اللي هو السوستة ده اللي هو طري صلب. معانا الفتحة اهي 15 سنتي من نص الكوع لنص الكوع 15 سنتي. معانا الشماعات بتاع السخان عن مست الابزام برضو، ان هي دلوقتي يعني شايله الماسوره معايا، ماسكه الماسوره في نفس الوقت ان انا بضغط عليها بتبقى شايله برضو الماسوره معايا. حبيت اطلع اللي فوق او اللي تحت بتبقى برضو متحركه معايا، اللي فيه بينزل معايا. ما نحاولش برضو ان احنا نستعجل، نسيب نمسك القطع او الماسوره نسيبها شويه واحنا ماسكينها كده عشان خاطر ما ترحلش مننا. خلاص كده سبت مكان اهون، هنلحم معانا ان شاء الله السخن
ناس بتسألني هو السخن اللي بيبقى فوق ولا تحت. طبعا الخط السخن دايما معظم الشغل بيبقى فوق، وممكن لو انا عندي مثلا شغل خزان او على السطح عندي، في ناس بتركب سخانات فوق او بيعملوا اللي هو السخان اللي هو الشمس دون. ده بيبقى له ماسورة تالتة بتتعامل برضو تاني. فانا بيبقى عندي الشغل اللي هو الماسورة البارد بتبقى تحت معانا. طبعا نحط الميزان على الماسورة اللي هي بتبقى واطية معايا، وبنشيل الزيادة في التانية. بس ممكن الماسورتين يبقى فيهم طول، انا بعمل حسابي برضو ان انا يبقى عندي مسافة على قد الكوع بتاعي معايا او المقاس اللي انا واخده، ما بيبقاش برضو مقطوعة بالبركة. يعني انا لما باجي اقطع الشماعات دي بقيسها برضو على الشير بتاعي او المستوى اللي انا محتاجه. لو هي طويلة مثلا 2 سم او كده ما بتزعلش، انا كده كده ايه هنعلم بالميزان، بس بيبقى فيهم واحدة ايه مظبوطة معانا. ممكن ان احنا نقيس من نهاية الحفر معانا من فوق، هنقيس مثلا 3 سنتي او 4 سنتي عشان برضو يبقى فيه خلوص للكوع. هنقيس 4 سنتي، وبعد كده من اول ال4 سنتي دول هنبدأ بالشمعة بتاعتنا لغاية الشغل اللي ايه لتحت معايا. يعني بسيب او اقيس من اخر الحفر من فوق خالص، وبعد كده بشيل 4 سنتي من الوصلة اللي انا هقطعها اللي هي بالنسبة للشمعة. يعني احنا هنركب ان شاء الله نبلين نيكل على وصلة بالنسبة للسخان، عشان برضو المندوب لما يجي من الشركة يلبس الشغل يبقى انا عندي الخطين متواصلين ببعض عشان يضغط السخن والبارد. طبعا البارد لما بيبقى تحت انا بنفضل السخن يكون فوق، لان البارد بيبقى في مخارج اكتر من السخن، عشان ما نعملش كرنكات كتير. وعادي لو احنا عايزين نعمله تحت مفيش مشكلة، بس الأفضل إن احنا نخليه السخن يبقى معانا هو الخط اللي فوق والبارد اللي بيبقى تحت معايا. إن في ناس كتير ما بتحبش تعمل سخن وبارد القاعدة، حبيت أعمل شطافة أعمل حنفية، كل الكلام ده كله بينزل معانا بيبقى على المستوى اللي إيه يعني من 25 سم من وش البلاط تحت لحد 40 سم معايا. طبعا الماس ده انا كنت قاطعه كان كبير شوية، برضه بنشيل قيمة الكوع عشان برضه تبقى حرة معايا. ده التغذية بتاعة القعدة ان شاء الله، وانا فضلت ان هي تكون في الجنب اللي هو على شمال اللي هيبقى قاعد، يعني بيبقى قاعد على القعدة هتبقى المخرج دون على شماله، لأن المحبس اللي هو بيجي في القعدة المحبس 3 في 1 طبعا بيبقى على اليمين، ودخول المية بتاعه بيبقى على الشمال. فعشان ما اعملش وصلتين في بعض او اضطر اجيب وصلة 80 او 90 سنتي عشان تلف معايا، لو انا عند المخرج على المخرج المية على اليمين هضطر الف من الحيطة العكس، فكده هيكون افضل. وفي نفس الوقت لو حبيت ان انا اغير المحبس او اعمل فيه صيانة هيبقى سهل بالنسبة لي، غير لما يبقى في 15 سم اللي هيبقى جنب القعدة، لا يخش فيهم بنز ولا مفتاح انجليزي فهيبقى شغلهم صعب. يعني الناس بتكلمني برضو على العمود ويقول لك التكسير في العمود. طبعا هو التكسير في العمود غلط، انا معاكم مفيش مشكله، بس الكلام ده لو احنا وصلنا للحديد. انا بشوف شغل فعلا يعني بيكسحوا الحديد وممكن يعدي الماسوره كمان من ورا الحديد، وده بيبقى خطأ كبير. لكن انا هنا انا شايل حوالي 2 سم بس من العمود، وطبعا رشيت ميه، يعني برش ميه قبل المواسير، وما نيجي نجبس برضه هنرش ميه كويس وهيتعمل باسمنت، فهيبقى في مفيش اي مشكله بالنسبه له. بس ساعات بتلاقي في الصبه الكاميرا او العمدان بتلاقي فيها شغل مسوس، وده يعني مش هيوقع البيت، يعني ممكن لو مش متغزغز كويس وهم اثناء الصبه بتلاقي حاجات مسوسه كده وحاجات فاضيه في الكاميرا وفي العمدان. اهم حاجه التسليح هو اللي بيشيل معايا،
يعني انا ما ينفعش اعمل عمود زي ده كده وما اكونش فيها حديد خالص، يعني مش هيشيل معايا، يبقى انا اعمل مباني افضل، فهي مش هتزعل. الحاجه التانيه ان انا لو انا عندي العمود ده كان بارز 10 سم انا ما كنتش كسرت فيه، كانت المسافه هتجيبني، هعمل كوعين في وش بعض في الزاويه في الحيطه وعلى سكوت العمود من بره، لكن انا ما عنديش، فمش هينفع ان انا اخد كوعتين اتنين في وش بعض، وبرضه مش هينفع ان انا امشي الماسوره من على الوش. طب بيقول لك مشاها في الارض، انا عندي الجزء ده راكب فيه قاعده، وهيبقى فيه في نهايه الحمام هنا في الصرف بتاعي هيبقى فيه البيبه في الارض، فانا عشان امشي مواسير كده ممكن، انا ما اضمنش ان انا هشطب الشغل ده ولا لا، ممكن واحد يجي بالهيلتي ويقوم جاي خارم المسامير بتاعه القاعده، يقوم خارم الماسوره. طب انا ما ينفعش، اقول لك اعملها في الارضيه وحط ماده عازله والكلام ده كله، هي مش هتزعل في حاجه ما دام حاجه ان هي العمود اتغسل كويس بالميه وهيتلبش باسمنت زياده، مفيش اي مشكله فيه. كده بنركب الطبات الاختبار معايا. طبعا الطبات دي ميزتها الحلوه ان هي بيبقى حجمها كبير شويه عن مخرج، هو السن بتاعها اللي فيه اللي بيربط نص بوصة معانا، بس في نهاية الطبة زي ما انتم شايفين بتبقى يعني كبيرة معايا، بحيث ان انا لما اجي اشيلها بعد البلاط ما يبقاش عندي فيه اسمنت زانق عليا. لو هي رفيعة مثلا زي الماسورة نص بوصة مثلا، هاجي هضطر ان انا اجي اركب العولة بتاعتي، بتبقى العولة تخينة معايا من بره السن، فهضطر ان انا اكسر تاني في البلاط واكسر في الاسمنت. بعدين ما بتحلها بتدي مجال ان الوصلة لو حبيت اركب وصل او عقل يبقى فيه مسافة معايا، تبقى راكبة مرتاحة. يعني انا حاول احنا بنربط برضو، ممكن طبات ده هي بتربط معانا ساعات وتبقى رابطة غلط، هتبص نلاقيها بتلف بناحية، وحتى لو ربطها في الاخر هيبقى فيها تسريب مية، فاحنا نلفها لورا العكس سنتين بس كده لغاية ما اول السن يجي مع على السن اللي معايا، النحاس اللي معايا هتقوم شابطه معايا على طول، هتربط معانا ان شاء الله. هي بيبقى جاي فيها جوان بلاستيك، ممكن لو عايزين نحط عليها تفلون ما فيش مشكلة برضو. كده طبعا بنثبت بقى الابزام بتاعتنا عشان لما نيجي نجبس الشغل بتاعنا نوزن، يبقى المخارج معانا كويسة. وممكن ان انا لو انا عندي جدار قديم والحفر معايا غويط، فالماسوره ممكن يعني تغطس جوه الحيطه كتير وهتحتاج عقل زي ما انا اتكلمت. ممكن اعمل ايه، ممكن حته خشب صغيره طول 20 سم ولا حاجه ولا 25 سم، واعمل حتتين ثلاثه واقوم دايقهم على الجدار واربط المواسير دي، اشدها بحته سلك على الخشبه دي. الخشبه دلوقتي مخدمه على وش الجدار من بره، فانا كل اللي محتاج ان الماسوره دي تكون على وش الحيطه، يعني وش الماسوره من بره على وش الطوبه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. في الحاله كده هيبقى في الحاله دي هيبقى في بروز عندي في المخارج بتاعه الكيعان، اللي هي هتبقى قيمه البلاط والاسمنت معانا ان شاء الله. ده معانا الحمام الكبير كده خلاص اهون، المواسير طبعا شكلها جميل ماشيه في مستوى كويس. ده حوض الوش معانا هيبقى في بداية الحمام. هنلف برضو ايه على النبل النيكل ده، هنلف تفلون، نلف من ناحية واحدة لان الناحية التانية كده الوصلة بيبقى فيها كاوتشة معانا، فما منحاولش ان احنا نلف على الجزء او الناحية اللي احنا هنربط على الوصلة في اي حاجة، حتى لو محبس زاوية راكب وهركب عليه وصلة، هركب خلاط برضو على الكرنك اللي هو بيبقى توصيلته من الحيطة للصامولة الخلاط، كل ده ما نلفش عليه تفلون خالص. اي قطعة هتركب معانا وفيها كاوتش او فيها جوان ما نحاولش ان احنا نلف على السن تفلون خالص، عشان السنين دي تبقى ناعمة وممكن الحاجات دي ما تربطش معانا كويس للاخر او تطرشق معانا لو ربطنا عليها جامد. هي مجرد ما الكاوتشة دي بتوصل لوش الحاجة اللي احنا بنربط عليها سواء محبس او نبلة او كرنك، بيبقى الوش بتاعها عادل معانا،
خلاص الكاوتشة بتمنع أي تسريبات معانا. طب ساعات ممكن الواحد يجي يربط وصلة مثلا ويكون السن بتاعها إيه يعني محمل شوية، وبتحصل العكس في المحبس مثلا، إن أنا بربط عليه وتبقى تيجي نربط الصامولة اللي هي بتربط يعني جامدة معانا وبتربط بعنف كده، وممكن تلاقيها بتعمل صوت تزييق كده مع الرباط. في الحالة دي إنني مقروص عليها، عشان بعد كده لو جيت أحلها مش هعرف أحلها، هتبقى فعلا جامدة خالص. فاحنا نقوم مزودينها كاوتشة الوصل، كل الوصل انواع الوصل كلها بتركب بكاوتشة نص بوصة، ودي متوفرة موجودة. نجيب جوان، جوانات نص بوصة، هو الخلاط او المسطرة بتاعة الدش المحول، الحاجات اللي هي التانية دي هي اللي بتحتاج كاوتشة 3 تربة، ودي برضو متوفرة معانا. فلو زودنا كاوتش على اللي موجودة ما مش هتزعل في حاجة. انا ساعات بربط الخلاط وبحط له كاوتشتين اتنين، بحط كاوتشة كمان اضافية مع اللي تبقى جاية مع الخلاط. نحاول برضو نلف الوصلة، لما نيجي نربط اي وصلة نلفها قبل ما نجمع خالص، نلفها شوية عشان العصرة او الربطة الاخيرة دي ممكن تلف معانا الوصلة أو تعصرها معانا. ده معانا المطبخ أهون، ده الغسالة سخن وبارد، شجرة خلاط المطبخ، ده حنفية الفلتر معانا، ده المحبس الدفن الرئيسي طبعا. الفيديو بتاعه اتحذف، أنا آسف جدا، كان نفسي أنزله لكم والله. ده الحمام الصغير، هيبقى فيه حوض زاوية هيكفي في الركن هنا لأن الحمام ضيق خالص. ده برضو معانا شطاف، هيبقى برضو غسيل الحمام او كده. تغذية القعدة، شايفين الصرف بتاعها جاي في العالي. ان شاء الله مش هنركب له كوع، هنقعد ماسورة على طول. وده معانا الموتور، ان شاء الله الحلقة القادمة ان شاء الله هننقله بره. وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.